ده كان مفتي الدماء المصرية، لكن الحقيقة الأسبوع ده ظهر علينا السيد جمال مبارك اللي كان الرئيس المصري المنتظر أو المرتقب أو المتوقع أو الوريث الشرعي لحكم مصر بعد حسني مبارك، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن. حدثت ثورة يناير، أطيح بجمال وعلاء وأبوه وأمه وعيلته وكل اللي يتشدد له، وتم الحكم عليه بالفساد، وظهرت أموال مرة تلو الأخرى وسنة تلو الأخرى ومحاكمات، ولكن بعد ذلك خرج علينا السيد جمال مبارك أنيقا متأنقا يرتدي حلته واللي مش عارف اشتراها منين، يتحدث لغة انجليزية أعجبت الكثيرين، ولكن أعتقد أنها تغيظ شخص واحد بس مش بيعرف يتكلم انجليزي، هو عبد الفتاح السيسي. إيه علاقة ظهور جمال مبارك بالسيسي؟ إيه علاقة ظهور جمال مبارك بمحمد بن زايد؟ ليه في الوقت ده؟ هل الموضوع في صراع أجنحة زي ما الناس بتقول، ولا بس الناس بتحب تبالغ؟ هل معسكر يناير اصلا عنده استعداد انه يقبل بجمال مبارك على اساس، يعني على اساس انه شخص قوي ضد عبد الفتاح السيسي؟ خلينا نشوف كده الفيديو اللي عملته شبكه رصد ونرجع نستقبل ضيفنا. رحلت عنا يا ابي، ولكننا بالفعل انتصرنا وفي ساحه القضاء. خلينا نرحب بضيفي من اسطنبول الاستاذ حسام الغمري الاعلامي والسياسي المصري. استاذ حسام اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور وسام. هل كان مفاجئ ليك ظهور جمال بالبدله الانيقه جدا اللي طلع بيها واللغه الانجليزيه الجميله جدا؟ بصراحه خلينا اكون صريح معاك، يعني الراجل بيتكلم انجليزي محترم جدا جدا، غير اللي اتعلمناه في مدارس ابوه في مدارس مبارك. يعني
هو يعني من حيث المبدأ يعني هذا الظهور لم يكن مفاجئا، لكن هناك يعني العديد من الأحداث مهدت لهذا الظهور، منها السرير الطبي اللي كان بيظهر عليه الرئيس الأسبق مبارك. يعني فلو مدينا الخط على استقامته فهذا الظهور ينتمي لمجموعة من الأحداث والأحكام السابقة له، لكن من حيث التوقيت هو اللي يمكن كان فيه نوع من الـ يعني المفاجأة، لكن يعني لكن السياق العام طبعا ما كانش الموضوع مفاجئ. طيب ليه ظهر أو ليه قلت إن التوقيت هو اللي مفاجئ؟ التوقيت مفاجئ لأنه هو نقدر نقول إن هو الحاضنة الشعبية أو اللي كان بيتمتع بها النظام الشعبي، اللي هو كانوا مجموعة الفلول ثم تحولوا إلى ما نطلق عليه السيساوية في أضعف حالتها. هذه الشريحة تتآكل بسبب ممارسات النظام وحالات الفقر والقبضة الأمنية. فظهور جمال مبارك بهذا الشكل وطبعا إحساسه من أن مصر تراجعت حتى تراجعت لصالح دول إقليمية، فظهور جمال مبارك بهذا الشكل يمثل خطر شديد على النظام، لأنه سيكون خصما من الشريحة أو الطبقة التي رفضت ثورة يناير تماما واستفاد منها المجلس طنطاوي العسكري للتمهيد للانقلاب على ثورة يناير. دي أهمية وحساسية التوقيت بالإضافة إلى اللعبة الدائمة منذ 52 اللي هي حرمان الخيال الشعبي من فكرة البديل. حضرتك يا دكتور أسامة عارف أن يعني إبعاد عمرو موسى من وزارة الخارجية المصرية كان بسبب أغنية شعبان عبد الرحيم أنا بحب عمرو موسى، غير مسموح للشعب المصري أن يتخيل أن هناك بديلا لهذا الحاكم الجاثم على صدره. عندنا تجربة الدكتور البرادعي 2010، هو اللي عمله الدكتور البرادعي لما عاد إلى مصر إنه هو جعل هذه الفكرة موضوعة على المنضدة، يمكن أن يفرز هذا الشعب بديلا يداعب الخيال الشعبي والوجدان والأمال والتطلعات الشعب. ومن هنا كانت خطورة التوقيت بالنسبة لظهور طيب جمال مبارك، وتابعنا فعلا ليه جمال مبارك يا أستاذ حسام يظهر في خطاب زي ده بالرسائل اللي قالها بالشكل ده باللغة الإنجليزية بعد صورة مع محمد بن زايد؟ يعني أنا بتقديري إن وأنا هتكلم كمتابع يعني مفروض إن أنا أكون واقف على مسافة واحدة من الجميع، إن هو لم يكن موفقا تماما في هذا الخطاب، على الرغم من إن الزخم اللي وجد بسبب صعوبة الأوضاع في مصر. يعني أي بديل يتصور أعتقد، وشفنا صفحات بتقول جمال مبارك رئيسا وهناك من احتفوا مش بس من باب المكايدة السياسية ولكن من فكرة الخلاص والحنين إلى عصر مبارك، لكن هو ما كانش موفق لأنه بدأ خطابه باللغة الإنجليزية. هو بيغازل حقيقي القوة التي سمحت له بهذا الظهور، لأن في تقديري يا دكتور أسامة إن البلوك لو جاز التعبير اللي اتعمل على مبلغ النص مليار تقريبا ده بلوك سياسي، لو ثروة آل مبارك نص مليار دولار بس احنا نروح نحب على ايديهم نقول لهم يا اطهار، يعني مش نص مليار طبعا، مش نص مليار. فالبلوك ده في تقديري كان بلوك سياسي. رفع البلوك في تقديري ايضا في هذا التوقيت هو اشاره سياسيه بانه، عشان كده هو قال جمله ايه، لن نصمد بعد الان. وطبعا طيب. الامارات هي لاعب اقليمي كبير جدا، لم تخفي احترامها وولائها وامتنانها لفتره حكم الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، لكن هو كانش موفق لانه استخدم لغه انتصرنا، لم يغازل مصر حتى، لم يغازل الشعب. كان بامكانه ان يقر بنسبه خطا ما حدثت، يعني يثبت انه راجع نفسه 11 عاما، راجع نفسه تعلم الدرس، اعتقد ده كان هيخلي ظهوره اكثر زخما. يعني طب هو في سؤال مهم الحقيقه يا استاذ حسام ومحدش كتير اتكلم عنه، هو عبد الفتاح السيسي سمح لجمال مبارك بكلمه كهذه
ولا جمال مبارك بيتكلم رغما عن السيسي او دون علم السيسي؟ انا بشكر حضرتك جدا على هذا الـ 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 السؤال، وبحييك دايما يا دكتور اسامه، وحضرتك محط اعجابنا الدائم طبعا. اشكرك. بالتاكيد، واذا تابعنا عمل الصفحات والاعلاميين الموالين للسيسي خصوصا على السوشيال ميديا بعد هذا الظهور والهاشتاج اللي طلع المسيء، طبعا من المفارقات ان السيسي لم يكف عن تقريع وتوجيه سهامه الى ثوره يناير. الان اعلامه ومروجين نظامه ولجانه تذكر الشعب بالاسباب التي دعته للخروج على جمال مبارك، ودي مفارقه يعني غريبه جدا. يعني انت دلوقتي قعدت تقول ان ثوره يناير البلد كانت هتروح، دلوقتي لما شعرت بالمنافسه، لان طبعا المنافسه مش في صالح عبد الفتاح السيسي، لا على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون ولا ما اشرت اليه في مقدمه حضرتك الجميله، حتى استخدام اللغه الانجليزيه والطول واللون والحريه والكلام ده. عشان كده لا يمكن ابدا ان نتوقع ان هذا الخروج تم برضا عبد الفتاح السيسي، لكن وده بيبين حجمه في الحقيقي في الاقليم، لكن كمان اقدر افهم ان تمت مراجعه للكلمه وتم وضعها في سياق محدد ووضع اشتراطات وضوابط ليها، واتخيل كلام عشان عظم التربه وعشان نبرئ الراجل يعني، واعتقد ان هو يعني اجبر على هذا او دوله الامارات مارست عليه ضغط، لان كمان لغه الصوره دكتور اسامه يعني الحقيقه محمد بن زايد يعني بصراحه انا النظره اللي كانت في عينيه هم باصين في عيون بعض والرسائل اللي بيقولها من الرياكشن، الحقيقه اداء محمد بن زايد يعني هايل الحقيقه، يعني هو بيقول له وكانه يا ابن الاصول يا ابن الحسب بالزمن الجميل الوالد العظيم ذكريات الطفوله وهكذا. الحقيقه هو الصوره دلوقتي صوره جمال في الخطاب، يعني ده مش بودي لانجوج ولا لغة جسد واحد ابن رئيس أو قامت عليه ثورة الحقيقة، وأنت يعني أستاذ في الحاجات دي أستاذ حسام وأكيد بتفهم فيها أكتر مني، ده كأنه مرشح انتخابات رئاسة. طبعا وإن كان برضو يعني عشان أقول الحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش يعني وانا مش معنى كده ان ده رايي الشخصي، لكن يعني الاعلامي او السياسي او المتابع لازم يكون على مسافه واحده من الجميع. انا عجبني فيه انه ما صبغش شعره اسود، ما استخدمش يعني المحسنات الوجه للاسف اللي بيستخدمها رموز النظام مثلا، يعني هو ترك اثار الزمن تبدو جليه على وجهه، وده بيعكس الثقه وفهم للطريقة اللي يكون فيها أكثر قربا لرجل الشارع العادي، لأن إحنا دكتور أسامة وحضرتك عارف الكلام ده، إحنا يعني كمصريين ما يعني الراجل اللي بيسبسب كده وبيتزوق وبيصبغ وبتاع ما بيبقاش إيه محل إعجابنا، لكن هو كان متعمد إن هو يذكرنا إن هو من بيت حكم وربيب بيت حكم، بل لعله كان يريد أن يذكرنا إن هو كان الحاكم الفعلي لمصر في السنوات الأخيرة، تعمد إن هو يعني يرسل رسالة إلى الشعب المصري إن إذا كنتم تبحثون عن جاها لمصر وجاهة لمصر متحدث باسم مصر لبق يحسن استخدام اللغة الإنجليزية فتذكروا يعني فها أنا ذا. فطبعا كل ده كان لون البدلة يا فندم، طبعا الوقفة يعني كل التفاصيل لغة الصورة ده يعني تجعلنا نتوقع ان هو خطاب رئاسي او يدينا طيب انطباع لما هو قادم، وهو قال انا مش هسكت تاني لن نصمت بعد الان. اسالك سؤال وارجو ان تجيبني بنعم ام لا، لان الشرح يحتاج حلقه كامله. جمال مبارك بعد هذا الظهور يمثل تهديدا على عبد الفتاح السيسي؟ نعم. ليه طيب؟ مش قادر اقفل الحلقه بعد نعم دي. لا لازم تقول لي ليه. لأنه هيعمل انقسام حاد في الولاءات داخل الطبقة الحاكمة في مصر، سواء داخل المؤسسة العسكرية داخل قطاع الأمن الوطني. ونحن نذكر أن حبيب العدلي
ما زال حيا وبالطبع ليه ولاءات داخل جهاز الامن الوطني، ليه ضباط هزم، فشل سيناريو التوريث بتاعهم. لا. يعني الامن الوطني كان دوره واحنا على اطلاع ده توريث جمال مبارك، فسيحدث خلل حاد في الولاءات ليس في صالح فتاح السيسي في تقديري. اشكرك شكرا جزيلا حسام الغمري السياسي والاعلامي المصري، كنت ضيفي عبر سكايب.